مرحبا واهلا وسهلا فيكم بتقرير جديد معكم مجد الزقوت، عمري 16 سنه وانا يوتيوبر عندي 8000 سبسكرايبر. اليوم بهذا الفيديو حقول لكم عن افضل 5 قنوات على اليوتيوب تبدا تتعلم منها الرسم. اليوم راح اقول لكم شو اول خطوه نحن بناخذها وقت نتعلم الرسم. بهذا الفيديو مثل ما شفتوا بنرسم فيه اليوتيوبر العظيم ابو فلا، رح نبعث الرسمه على حسابه الخاص الموجود على الانستغرام ونشوف شو حتكون ردة فعله نحن وياكم على الرسم. بهذا الفيديو حارسم فيه على الحيط تبع غرفتي بدون علم اهلي وراح فرجي النتيجه عليهم بعد ما تخلص وشوف كيف حيكون تفاعل وتفاعل الناس. هلا رح اخذ رسم شخصية لكاسة بابيل بهي الوضعية وعلى هذا الدفتر تبع المدرسة. يلا خلينا نبدأ. طبعا انا بدأت بصناعة المحتوى من عام 2018. طبعا اليوتيوب صراحة بحسه منصة بتعرضي فيها رأيك وبتظهر العالم موهبتك او الشيء اللي انت بتحبيه. المحتوى اللي بقدمه على هاي المنصة هو محتوى منوع، ولكن الشيء الاساسي اللي مركز عليه بقناتي هو الرسم. عم حاول قد ما فيني انه حاول الشخص حتى اللي ما بيحب الرسم او اللي ما بيرسم انه يحضر الفيديوهات تبعاتي. الحمد لله يعني عم بشتغل انا كل يوم كل يوم يعني قد ما بقدر انه نظم بين وقتي، حاول يعني ظبط على جاي الكهرباء اني صور الفيديو مشان اشره على اليوتيوب وكذا. والفيديو صراحه بياخذ من الواحد ومن الشخص كثير جهد، يعني انت بتضلك مثلا ممكن اسبوعين ثلاثة لتخرج فيديو واحد. أول شيء ممكن أنت تواجهيه هو قطعة الكهرباء، تمام؟ يعني الكهرباء الواحد ما بيشوفها، فهذا السبب إنه ممكن تتعذب كثير لأنك تنشري فيديو واحد على اليوتيوب. وكمان في شيء ثالث ممكن يواجه اليوتيوبر الموجود بسوريا هو المعدات، والسبب إنه هون ببلدنا كثير معدات ممكن تكون غالية، فصعب إنك أنت توفر معدات اللي أنت بتستحقها وقت ما بدك تصور، لأنه أنت إذا بدك تنجح على اليوتيوب بحاجة إنه يكون المحتوى اللي بتنزله ذات جودة عالية، فإذا كان المحتوى جدته مو كثير فأكيد الجمهور الموجود على اليوتيوب ما كتير حي يعني يندمج مع الفيديو تبعك. هلا أكثر فيديو والله استمتعت فيه هو كان بدون علم أهلي، يعني ما قلت لأهلي شو عم سوي. رحت على الحيط تبع غرفتي وبلشت أرسم عليه وحاول إني يعني بدون ما أحكي لهم، كانت مفاجأة ورسمت الله على الحيط. وكنت أتوقع إنه أنا يصير شيء ما تعجبهم الرسمة وما يحبوها، بس تفاجأت آخر شيء إنه حبوها للرسمة وعجبتهم. فعن جد هذا أكتر فيديو هيك استمتعت فيه وانبسطت فيه وأنا عم بصور. ومن أحد اليوتيوبرات رسمتهم على قناتي على اليوتيوب هو أبو فلا. صراحة أبو فلا يعني شخص محبوب وكل العالم بتحبه، فمشان هيك أنا رسمت. صراحة التعليقات السلبية يعني ممكن كتير تزعج الشخص، ولكن الشخص اللي له هدف من المحتوى وعم يقدم الشيء وهو مستمتع فيه فما عاد بيهتم ابدا. احد التعليقات والله اللي اجتني، يعني ما احيانا بنشر فيديو متوقع انه مثلا العالم انه تكون يعني كل العالم بتحبه، بيجيكي مثلا شخص بيعلق لي مثلا مو حاسس حالك بايخ، يعني انا صراحة ما برد له، يعني بس بعمل له حذف للتعليق وما برد عليه. يعني والله لسه انا ما حققت الربح لحد هلق من اليوتيوب، ولكن ان شاء الله بس حقق الشروط اني حقدر حقق الربح، ولاني انا ما بنزل فيديوهات ورا بعض فمشان هيك الساعات ما عم تحتسب لي وما حققت الربح. بنصح كل شخص حاب يفتح قناته موجود بسوريا تقدر تفتح قناة، حتى لو ما كان عندك هديك المعدات، حتى ما كان عندك أي شيء. هاي أنا بلشت ما كان عندي ولا شيء، حتى أول ما بلشت تصوير على فيديوهاتي على اليوتيوب كان عندي هيك موبايل صغير. ممكن العالم تحب الشيء اللي عم تقدمه بدون حتى أنه من الرسالة تبعيتك تحب الشيء اللي عم تقدمه، فممكن تفتح لك فرص كتير. فعن جد إذا حاب تفتح قناة على اليوتيوب افتح وما تهتم حتى لآراء العالم.